ضبط أوقاتكم قبيل انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحها الفريق أول عبد الفتاح السيسي لجماعة الإخوان للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني، وبعد ملايين جمعة التفويض للجيش بضرب الإرهاب، سبت أسود شهدته المحافظات المصرية باشتباكات عنيفة وقع أبرزها في الإسكندرية وميدان رابع العدوية، حيث استخدم أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي السلاح الحي والزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء في مواجهة الجيش ورجال الشرطة الذين اعتقلوا العشرات من مؤيدي مرسي وبحوزتهم أسلحة. ومن ميادين مصر إلى ميادين سوريا، حيث أدت خيانة بعض الضباط والعناصر إلى سقوط خان العسل في حلب بيد لواء أنصار الخلافة المنضوي تحت جبهة النصرة، والذي نفذ مجزرة مروعة بحق الفرقة النظامية فأعدم العشرات من أفرادها رميا بالرصاص. وإلى تونس، حيث شيع الألاف اليوم ضحية رصاص الغدر المعارض اليساري البارز النائب محمد البراهمي في ظل موجة جديدة من الاستقالات من المجلس التأسيسي احتجاجا على سياسة اغتيال الأصوات المعارضة. أما في لبنان فنهاية أسبوعه ترسم بدايته الموعودة بالتمديد لقائد الجيش جان قهوجي. وفي هذا الإطار كان لقاء في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع في الحكومة المستقيلة فايز غصن. حصيلة ضحايا الاشتباكات في مصر ترتفع إلى 29 قتيلا، فيما تشارف مهلة 48 ساعة التي منحها اللواء عبد الفتاح السيسي للإخوان على الانتهاء. ما زالت الأرقام تتضارب بشأن حصيلات ضحايا الاشتباكات التي شهدتها المحافظات المصرية بعدما امتلأت ميادين مصر وشوارعها بملايين نزلوا لتفويض الجيش ضرب الإرهاب في وجه مؤيدي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي الذي تواصل جماعته تأجيج التوتر في الشارع المصري. الحصيلة النهائية للضحايا بحسب ما أعلنتها وزارة الصحة تفيد بسقوط 29 قتيلا و640 جريحا في كافة أنحاء البلاد، فيما يصل الرقم إلى 80 قتيلا بحسب جماعة الإخوان المسلمين. ويفسر البعض هذا الرقم المرتفع بأنه رسالة إخوانية معناها أن اللواء عبد الفتاح السيسي قد فشل في ضبط الشارع. وبحسب مصدر أمني فإن من بين المصابين 4 ضباط و3 أفراد شرطة، فيما العدد الأكبر من الضحايا سقط على طريق النصر عند النصب التذكاري، حيث وقعت مواجهة حامية بين الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول الذين حاولوا نصب خيام أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، إلا أن قوات الأمن منعتهم. ويواصل أنصار مرسي رشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة في طريق النصر حتى الساعة، بينما تسود حالة من الهرج ميدان رابع العدوية بسبب نقل المصابين من وإلى المستشفى الميداني فيه. وبحسب مصدر أمني تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على 53 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان خلال الاشتباكات، وبحوزتهم أسلحة وزجاجات مولوتوف حارقة وكمية كبيرة من الأسلحة البيضاء. وسط ذلك لا يظهر معتصمو رابع العدوية نية في ترك الميدان في وقت تشارف مهلة 48 ساعة التي منحتها القوات المسلحة للإخوان للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني تشارف على الانتهاء. بعد ذلك سيكون الشارع المعادي للجيش بمواجهة إجراءات حازمة لمنع أعمال العنف، بينما تبقى السيناريوهات المصرية مفتوحة في ظل تفعيل حالة الطوارئ وانطلاق الخطة الموسعة للقضاء على البؤر الإرهابية وصولا إلى سيناء. آخر التطورات على الساحة المصرية مباشرة مع زميلة منى عشماوي. صباح الخير منى. صباح النور سمر. نعم تفضلي منى، دعينا في أجواء الشارع المصري اليوم. نعم سمر، يعني منذ قليل أطلع علينا وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم وما زال المؤتمر الصحفي يعني حتى الآن يعني يدلي بعدد كبير من التصريحات
الهامة والخطيرة التي ستحدد كيف سيكون التعامل الأمني مع المعتصمين في ميدان رابعة وميدان النهضة وكل المعتصمين المؤيدين للمعزول محمد مرسي. الحقيقة يعني قاب قوسين أو أدنى ستنتهي المهلة قريبا جدا، وذكر وزير الداخلية بأنه سيكون التعامل قريب جدا، ربما يكون هذا المساء أو فجر، يعني هناك توقعات أن يكون فجر الغد سيكون التعامل مع فض هذه الاعتصامات باللين في البداية، ثم القنابل المسيلة للدموع، ثم عزلها يعني هذين الميدانين تماما عن الشارع الخارجي وعن الحياة الخارجية، وهو بمنع دخول أو خروج أي شخص منه، خاصة أن هناك الملايين يعني أو المئات، نستطيع أن نقول المئات نعم، من المعتصمين لديهم أعمال يخرجون ويدخلون إلى الميدان على سجياتهم وعلى راحتهم، ولكن يبدو بأن سيكون هناك إغلاق تام لهذا الميدان حتى يتم الفض إذا لم يستجيبوا، خاصة أن هناك لغة تصعيدية من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي تصر على أن يكون اليومين القادمين اليوم وغدا يومين فاصلين، وأنهم لن يهدوا إلى أن يعود مرسي إلى الرئاسة. علمنا منذ قليل أيضا بأن هناك يعني لجنة حقوقية قامت بزيارة الرئيس المعزول في محبسه واطمأنت عليه وسألته إذا كان يواجه عددا من الضغوط أو المعاملات غير اللائقة، ولكنه صرح بأنه معاملته لائقة وأنه يتعامل معاملة كريمة ويتم التحقيق معه بشكل عادل وأنه لا يتعرض لأي ضغوط. على كل الأحوال سمر، يعني الساعات القادمة ستحدد ما إذا كان هناك بالفعل فض يعني لاعتصامين رابعة والنهضة في يعني عنيف، أو يعني سيكون هناك تعقل من قبل جماعة الإخوان المسلمين الذين من الممكن جدا أن يحفظوا الدماء، خاصة لأننا علمنا منذ قليل بأن وزارة الصحة صرحت بأن 38 قتيلا حتى الآن يعني هي حصيلة الاشتباكات بالأمس مع مئات الجرحى التي تمتلئ بهم المستشفيات في جميع المحافظات المصرية. هل سيكون هناك لحظة إنقاذ من قبل جماعة الإخوان المسلمين لتاريخهم العريق والمجيد، أم أنهم سيمضون في طريقهم إلى يعني آخر قطرة دم في حالة يعني حساب الملايين من المصريين؟ إليك سمر. شكرا لك يا زميلة منى عشماوي، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة. مجزرة مروعة في حق جنود سوريين في مدينة خان العسل تفاخر بارتكابها مجموعة معارضة مسلحة تطلق على نفسها اسم لواء أنصار الخلافة، والائتلاف السوري المعارض يطالب مجلس الأمن الدولي بمزيد من الضغط الدولي على نظام الرئيس بشار الأسد. في الوقت الذي يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية خصوصا في حمص وريف دمشق مع تحقيق تقدم ميداني ولو بشكل بطيء، مجزرة جديدة ارتكبها مسلحو المعارضة في حق عدد من الجنود السوريين مسرحها مدينة خان العسل في حلب، تناقلت صورها مواقع يوتيوب والفيسبوك تظهر فيها عشرات الجثث المكدسة على قارعة الطريق وقد ارتدى معظمهم الزي العسكري، ويترافق الفيديو وصوت أحد الأشخاص الذي يقول إن الجثث تعود لعناصر من الجيش السوري وقد أعدمهم لواء أنصار الخلافة. الله أكبر، لواء أنصار الخلافة، خال عسل، تحرير خال عسل، الله أكبر والعزة لله. قتل العشرات من جنود شبيحة الأسد والإيرانيين المجوس. وفي حين أكدت مصادر من الجيش النظامي حصول انشقاقات داخل الفرقة المتواجدة في خان العسل وارتكاب بعض الضباط والجنود خيانة بحق زملائهم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معركة خان العسل أدت إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا من الجيش السوري، 50 منهم أعدموا ميدانيا، وقد أظهر شريط فيديو ثان الجنود المعتقلين بالصوت والصورة. اسمك رمضان خليل. الرتبة الرتبة عقيم. الملازم ملازم مجند احمد بركات. وظيفته الفرقه 14 قوات خاصه كتيبه 877. ومن نيويورك طالب قادة الائتلاف السوري المعارض مجلس الأمن الدولي بمزيد من الضغط الدولي على نظام الرئيس بشار الأسد، وتحدث أحمد الجربة الرئيس الجديد للائتلاف السوري المعارض عن حق المعارضة في الدفاع عن نفسها وعن ضرورة ممارسة ضغط دولي أقوى ليوافق نظام الأسد على انتقال سياسي.
الأمم المتحدة من جهتها أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية من دون أن توضح ما إذا كان مفتشوها سيتمكنون من التحقيق ميدانيا. وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة زارا دمشق الثلاثاء والأربعاء وأجريا محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري. وبحسب البيان فإن المحادثات كانت دقيقة ومثمرة وأفضت إلى اتفاق حول طريقة مواصلة العمل من دون إعطاء تفاصيل أخرى. شيعت تونس اليوم في جنازة وطنية المعارض محمد البراهمي الذي اغتاله متشددون أمس الأول، بينما عم إضراب عام وحداد رسمي مختلف أنحاء البلاد التي شهدت مظاهرات احتجاجية عنيفة ودعوات متصاعدة لإسقاط حكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بينما استقال عدد من النواب من المجلس التأسيسي مطالبين بحل هذا المجلس. وقد خرجت الجنازة التي يشارك فيها الآلاف من منزل البراهمي في حي الخضراء وسط العاصمة، ووضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة توجهت نحو مقبرة الجلاز. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وزير الدفاع الوطني فايز غصن وعرض معه الأوضاع والمستجدات الراهنة، لا سيما الشؤون المتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وبعد اللقاء رفض غصن الإدلاء بأي تصريح. أهلا بكم جديد. وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مطرانية زحل المارونية في كسارة وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد. وفور وصوله توجه الراعي إلى كاتدرائية مار مارون لتلاوة صلاة الشكر قبيل الاجتماع المغلق الذي عقده مع نواب زحل والبقاع، وكانت له كلمة شكر فيها شكر فيها الحضور وقال: إني إذا تأخرت بالإتيان في زيارة الرعوية لزحل لكنكم كنتم في القلب. وأضاف: لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أحيي جميع الهيئات والأطراف والجمعيات الذين اهتموا في هذه المنطقة باستقبال اللاجئين السوريين وتأمين العناية والرعاية الدائمة لهم واهتمامهم بهم، لأن هذا هو دور لبنان الحقيقي الذي لا يمكن إلا أن يكون عنصر استقرار وسلام في هذا الشرق. أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن لا مشروعية قانونية للقرار الأوروبي يوضح ما يسأو بوضع ما سمي جناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، متحدثا عن الدعوات الأخيرة للحوار. المسألة من الدعوة للحوار ليست مسألة شكلية ترتبط بلحظة معينة أو ترتبط بحساب سياسي ضيق، بل لأننا نعرف ونعي أن المصلحة الوطنية العليا في هذه اللحظة تطرق أن نعود جميعا إلى منطقة الحوار الوطني لنحل كل قضايانا ما يتصل بواقع عمل المؤسسات، المجلس النيابي، الحكومة، البحث في استراتيجية دفاعية. وعندما نقول هذا الكلام لا نقوله على قاعدة تجاوز أدوار المؤسسات السياسية، بل نقوله من أجل الدفع باتجاه تفعيل المؤسسات السياسية وإعطائها الفرصة لتلعب دورها كاملاً وكما يجب أن يكون. يعود رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اليوم إلى لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة خاصة أجري له خلالها علاج لعينه اليسرى. من جهة أخرى أشارت مصادر لصحيفة النهار إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعد غد الاثنين في قصر بعبدة برئاسة سليمان قد تقرر توسيع المشاركة فيه بانضمام الوزراء وائل أبو فعور وعلي حسن خليل ومحمد فنيش، ولم تتحدد كل المواضيع التي ستطرح على بساط البحث فيه، وسيترك الأمر إلى يوم الاجتماع. لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل السفير فؤاد الترك أقيم قداس إلهي لراحة نفسه ترأسه مطران بيروت للروم الملكيين الكاثوليك كيريلوس بوستروس، ألقى خلاله عظة أشاد فيها بتاريخ الفقيد الحافل بعطاءات ومآثر وطنية كثيرة. حضر القداس عدد كبير من أصدقاء ومحبي الراحل إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والسفراء وكبار موظفي الدولة. وبعد القداس ألقى البروفيسور فيليب سالم كلمة أصدقاء فؤاد الترك مسلطا الضوء على اهتمام الراحل بالإنسان وتركيزه على اعتماد لبنان مركزا دوليا للقاء الأديان والحضارات. واختتمت المناسبة بكلمة شكر للسفير إلي الترك.
نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. انتقادات حادة داخل الساحة الفلسطينية حول الدعوة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بعد 20 عاما عجافا من مفاوضة العدو الصهيوني، عاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ليعلن مرة أخرى عن اتفاق القادة الفلسطينيين وقادة العدو على مبدأ العودة إلى المفاوضات. تصريحات كيري أشعلت انتقادات حادة داخل الساحة الفلسطينية. لا نقبل الالتزامات الأمريكية أو بكل الوعود الأمريكية أو بكل ما قالته أمريكا وبكل الضغوط الأمريكية أو الضغوط الإسرائيلية أو الضغوط العربية من بعض العرب إلى آخره. هذا الضغط هو هدفه أنه تمكين الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وتسويقه للعالم العربي. من جهتها اشترطت حركة فتح موافقتها على المفاوضات إذا استندت على مبدأ حدود عام 67 ووقف الاستيطان، وهو الأمر الذي رفضه العدو. بدون ما نتفق على المبدأ، كل قضايا الوضع النهائي مطروحة للمفاوضات، بدون ما نتفق على المبدأ أنه الأساس هو حدود 67، أنا بقول لك لن نذهب للمفاوضات. ويرى محللون أن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات كانت ضمن صفقة اقتصادية. العودة إلى المفاوضات تتم بدون الاستجابة لأي شرط من الشروط الفلسطينية، وهذا من أجل يعني الحصول على الدعم الأمريكي السياسي والمالي وإبقاء عملية سياسية تحافظ على بقاء السلطة، فبقاء السلطة هو الهدف وليس وسيلة من أجل تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية. على المستوى الدولي، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وخلق بيئة مواتية للمفاوضات. المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام. موقفنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاستيطان يستند إلى القانون الدولي. ويشار إلى أن إعلام العدو أعلن موافقة حكومته على إطلاق سراح 72 معتقلا من أصل 122 يقبعون داخل المعتقلات منذ ما قبل أوسلو، فيما لم يعرف لغاية اللحظة مصير 4600 معتقل، منهم 13 يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ أكثر من 80 يوما. مرة أخرى يطلقون عليها مفاوضات الفرصة الأخيرة للسلام، سقفها الزمني 9 شهور، وفي حال فشلها كما هو متوقع تبقى بيد الفلسطينيين ورقة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، وذلك لمحاكمة قادة العدو أو التصعيد الميداني على الصعود كافة. من أمام المقر الرئاسي في مدينة رام الله المحتلة، نزار حبش، قناة. توجه الكويتيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال 8 أشهر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 50، ويتنافس في هذا الاستحقاق نحو 300 مرشح بينهم 8 نساء، فيما تقاطع التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي. وعشية الانتخابات دعت التيارات المعارضة الكبرى إلى المقاطعة، مؤكدة أن التصويت سيعني إطفاء الشرعية على الفساد، فيما يشارك في عملية الاقتراع التحالف الوطني الديمقراطي وهو تجمع ليبرالي، إضافة إلى القبائل الرئيسية في البلاد. مديرية الاستخبارات في الجيش قامت بالتحقيق مع سهام يونس المتهمة بقتل زوجها، والجديد تنشر المحضر. تقرير رامز القاضي. عندما سيقت سهام يونس المتهمة بقتل زوجها السياسي السوري محمد ضرار جمو إلى غرفة التحقيق في استخبارات الجيش، ظن المحققون أنهم أمام مهمة معقدة، فالمرأة متهمة بالتحريض والمشاركة في قتل زوجها، وبالتالي انتزاع أقوالها ليس بالأمر السهل. لكن سهام فاضت بما لديها من لحظة تعرفها إلى جمه، وهذا أهم ما جاء في محضر التحقيق بحسب ما حصلت عليه الجديد مع سهام. سهام يونس من بلدة سرفند تعرفت على السوري محمد ضرار جمو عام 91 الذي كان يعمل موزع جرائد ومجلات، وحصل أعجاب متبادل وتطور إلى أن قام بعقد خطوبته عليها لمدة 2 شهر، ثم تزوج منها وسكنوا في بلدة الشرقية، وكانت حالته المادية سيئة للغاية،
وبعد ذلك طلب منها والدها الانتقال للعيش معهم كي لا يتكبدوا أجرة المنزل، وهذا ما حصل، وسكنت في غرفة في منزل ذويها لمدة 14 عاما، وأنجبت خلالها ابنتها فاطمة، وأجهضت 5 مرات بطلب من زوجها وبضغط منه. وخلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان، ارتبط زوجها بالمخابرات السورية، وأصبح ذا نفوذ كبير في لبنان وسوريا، ونسج علاقات مع شخصيات لبنانية وسورية، وفجأة حمل لقب دكتور، وأصبح مقربا جدا من النظام، ويظهر بكثرة على وسائل الإعلام، وأصبح نفوذه أكثر بكثير بعد حرب تموز عام 2006، واشترى منزلا في السرفند بقيمة 35,000 دولار، وأصبح يطلب منها الرد على اتصالاته مستخدمة عبارة مكتب الدكتور جمو. ومع اندلاع الأحداث في سوريا أصبح يغيب عن المنزل لفترات طويلة، ويترك معها مبلغ 300 دولار فقط لكي تتدبر مصروفها ومصروف ابنتها فاطمة. وكان قد نقل مكان إقامته في سوريا ونقل ذويه من إدلب إلى اللاذقية، حيث تم تخصيصه بجناح في نادي الضباط، وقامت سهام بزيارته عدة مرات، وما جعلها متأكدة بأنه لا يزال مرتبطا بالمخابرات السورية وصاحب نفوذ هو الحراسة الأمنية المشددة التي كانت تحيط به وبتنقلاته، وكانت دائما تتجنب الغوص في كيفية معاملته لها وقسوته عليها كي لا تسوء حالة ابنتها فاطمة الصحية أكثر، وكانت قد نقلتها من مستشفى صيدا إلى مستشفى النبطي. كل هذه الأمور قامت بشرحها وشرح معاناتها مع زوجها لابن شقيقتها علي يونس ولشقيقها بديع يونس في بداية شهر رمضان الحالي، وكانت دائما تتحدث بهذه الأمور في منزل أهلها الذين كانوا يستقبلونها مع ابنتها على مائدة الإفطار. وقبل الحادثة بأسبوع جاء زوجها من سوريا واستقبلته في المنزل، ولكنها لاحظت أنه كان باردا ولم يهتم بها وبابنتها، ونادرا ما يبقى في المنزل ويعود آخر الليل. وبعد يومين من وصوله وأثناء تواجدها في منزل ذويها بحضور علي وبديع، راحت تطلب موت زوجها بأي طريقة وتطلب أن يختفي من حياتها بأي شكل. عندها قال علي إنه مستعد لكي يقتله، فاستهوتها الفكرة وعرضت أن تعطيه أموالا كي يفتح معمل رخام له ولشقيقها بديع إن نفذوا العملية. وبالفعل اتفقوا على التنفيذ في أقرب وقت وعندما تسمح الظروف. وفي ليل 16/17 من تموز عام 2013 خرج محمد كعادته للسهر، وبدورها بعد تناولها الإفطار عند أهلها عادت إلى المنزل مع علي وبديع وابنتها فاطمة، واتفقوا أن يقوم علي بإطلاق النار على محمد فور دخوله المنزل، ويقوم بديع بالبقاء مع فاطمة في غرفتها لنقلها إلى المستشفى لأنها ستصاب بالإغماء عندما تسمع صوت إطلاق النار، وبدورها تصرخ وتدعي أن مسلحين كمنوا لزوجها أمام المنزل فأردوه لأسباب سياسية وبأنه مهدد أمنيا. وقبل التنفيذ وكعادتها خرجت لاستقبال زوجها وإنزال الأغراض، حيث قامت مع زوجها بإنزال صندوق خضرة وصندوقتين بداخلهما زجاجات مشروبات روحية، وعادت لكي تقفل السيارة. وفي الأثناء دخل محمد من المدخل أي سالون، حيث بدأ بإطلاق النار بغزارة، فدخلت وشاهدت زوجها مدرجا بالدماء وملقا على الأرض، فجلست بقربه، وهنا شاهدت علي ابن شقيقتها يقوم بالصراخ للجيران وأحضار سيارة الإسعاف. وبعده خرج مع بديع حاملين فاطمة ملفوفة بحرام وبداخله البندقية، وصرخت أن مسلحين هاجموا زوجها لحظة وصوله، وصرحت سهام أنها قامت بتعطيل كاميرات المراقبة قبل تنفيذ العملية. وعندما اصطحبت الجثة إلى سوريا وسلمتها لذويه في اللاذقية، تمت استضافتها في نادي الضباط وهو تحت الحراسة الأمنية المشددة. وعندما ظهرت التحقيقات في لبنان وعلم والد زوجها المرتبط بالمخابرات السورية بالأمر، واكتشف أن ابنه قد غير مذهبه إلى المذهب الشيعي، شهر عليها مسدسه وهددها بالقتل في حال لم تقم بتوقيع إقرار بالتنازل عن الميراث. ولدى عودتها إلى غرفتها حضر أحد الحراس ونصحها بالعودة إلى لبنان لأن أهل زوجها سيقومون بقتلها، كونهم وجهوا إليها اتهاما بتلقيها مبلغ 25,000 دولار من أحمد الأسير لكي تقتل زوجها.
وصرحت سهام أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أرسل إلى الشلاء مبلغا كبيرا من المال في حقيبتين صغيرتين لمساعدتها وابنتها، لكن والد زوجها استلمها ولم يعطها أي شيء. وقالت أيضا أنها أخذت معها حقيبة زوجها سامسونايت وسلمتها لوالده وفتحها، وتبين أنه بداخلها مبلغ كبير من المال من العملة السورية لم تعرف مصدره. هذا ونفت أن يكون أحد سواها وشقيقها بديع وابن شقيقتها علي يعلمون بالقضية. في النشرة اشتباكات في رابعة العدوية وعشرات القتلى والجرحى. خيانة أسقطت خان العسل بيد النصرة. قتل العشرات من جنود وشبيحة الأسد والإيرانيين المجوس. تونس شيعت المعارض محمد البرهمي. الراعي لمستقبليه زحل دائما في القلب. ختام النشرة، شكرا للمتابعة. موعدنا الإخبار التالي في تمام 8:10 مساء، فكونوا معنا.